بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرون ان في محاضرة سابقة قد بدأنا الحديث عن مواضع حذف همزة الوصل وذكرنا انها خمسة مواضع، تعرفنا على الموضع الاول وعلى الموضع الثاني وعلى الموضع الثالث، وبقي لنا موضعان سنتعرف عليهما في هذه المحاضرة ان شاء الله تعالى. الموضع الرابع من المواضع الخمسة التي تحذف فيها همزة الوصل هو أن تدخل همزة الاستفهام أن تدخل همزة الاستفهام همزة الاستفهام على كلمة في أولها همزة وصل وهمزة الوصل مكسورة مثل: استغفر اسم اجتماع اسم اجتماع وحتى تفرق بين الهمزة المكسورة والهمزة المفتوحة، انظر إلى همزة الوصل هنا في نطقك أنت. استغفر اسم اجتماع اي. لكن انظر إلى الهمزة في أول لفظ الجلالة. الله، أ، آه الله، لاحظ، اي. اجتماع أ، آه الله، الله. الذكر. الذكر. السبت لاحظ معي أن الحذف متعلق بدخول لهمزة الاستفهام همزة الاستفهام على آآ آآ همزة وصل مكسورة طيب نريد أن نرى الآن ما الذي يحدث عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة الأصل أن تكون بهذا الشكل هذه همزه الاستفهام استغفر فلان ربه هي الـ 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 الاصل ان تكتب بهذا الشكل الا ان هذه الهمزه حكم عليها بالحذف استغفرت ربك استغفرت ربك ولذلك نضع في اخر مثل هذه الجملة علامة استفهام لانها دخلت همزة الاستفهام وهي من الحروف على كلمة في اولها همزة وصل مكسورة. اذا كيف نعلل الحذف هنا؟ نقول اولا دخلت همزة الاستفهام على ثانيا همزة وصل وهذه الهمزة مكسورة. لذلك لو ادخلت همزة الاستفهام على كلمة اسم ستكون النتيجة بهذا الشكل يعني لن نكتبها مباشرة سنكتبها بصورتها الصحيحة هذه همزة الاستفهام ثم نحذف هذه الهمزة فنقول اسمك خالد وهذه علامة الاستفهام ندخل همزة الاستفهام على اجتماع فنقول اجتماعنا اليوم اجتماعنا اليوم ونضع علامه الاستفهام اذا لو سئلت ما العله في حذف همزه الاستفهام هنا تقول لان آ... آ... ما عله حذف اذا لو سئلت عن عله حذف آ... آ... همزه الوصل هنا فتقول لانها دخلت عليها همزه الاستفهام وهي مكسوره دخلت همزه الاستفهام على همزه وصل مكسوره فحذفت. طيب، نريد ان نعرف الان ماذا لو دخلت همزه الاستفهام على همزه وصل غير مكسوره، غير مكسوره، الحقيقه ان الحكم يختلف ولا علاقه لذلك بالحذف لان همزه الوصل هنا لا تحذف لعدم تحقق الشروط لان الهمزه غير مكسوره لذلك سائية. الاصل ان تكتب بهذا الشكل ا هذه همزه الاستفهام ثم ياتي لفظ الجلاله بهذا الشكل فلما اجتمعت همزه الاستفهام هنا مع همزة الوصل المحذوفة قلبتا إلى حرف مد بهذا الشكل. لذلك حرف المد هذا في أصله يتكون من همزة من همزة الاستفهام مع همزة الوصل المفتوحة بهذا الشكل. لذلك في القرآن الكريم: آلله أذن لكم الله أذن لكم ثم تأتي علامة الاستفهام لأنها في سؤال ننظر إلى دخول همزة الاستفهام على هذه الكلمة سنجد أنها بالشكل الآتي هذه همزة الاستفهام في قول الله تعالى ها آذكرين آذكرين حرم أم الأنثيين الأصل أن تكتب بهذا الشكل ا آه الذكرين حرم ام الانثيين الا ان همزه الاستفهام دخلت على همزه وصل مفتوحه فقلبت الى مده بهذا الشكل ا آه الذكرين حرم ام الانثيين وتاتي علامه الاستفهام بهذا الشكل ومثلها ايضا لو دخلت على كلمه السبت تقلب الى مده بهذا الشكل اذا هنا لم تحذف وانما استعيض عن كتابة همزة القطع وبعدها همزة الوصل المفتوحة بكتابة المدة بهذا الشكل وإنما وقع الحذف هنا إذا الحالة الرابعة من حالات حذف همزة الوصل هو أن تدخل همزة الاستفهام على همزة وصل مكسورة على همزة وصل مكسورة بقي عندنا الموضع الخامس الموضع الخامس وهو موضع يتعلق بهذه الكلمات وهو ما نشرحه بعد قليل إن شاء الله تعالى وبهذا أذكركم بالمواضع الأربعة السابقة فأقول إن مواضع حذف همزة الوصل الموضع الأول يتعلق بأل حين تدخل عليها اللام والثاني يتعلق بابن وابنة حين تقع بين علمين في سطر واحد والثاني أب للأول الموضع الثالث يتعلق بكلمه اسم في البسمله لا غير والموضع الرابع يتعلق بدخول همزه الاستفهام على همزه وصل مكسوره كما رايتم في هذه الامثله ونتعلم الموضع الخامس بعد قليل ان شاء الله تعالى نلتقي مجددا